بعث حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى آل خليفه ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئه الى اخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكه العربيه السعوديه الشقيقه ضمنها جلالته اطيب التهاني وصادق الامنيات بمناسبه نجاح الفحوصات الطبيه بفضل الله وتوفيقه سائلا جلالته المولى القدير عز وجل ان يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بموفور الصحه والسعاده وطول العمر، ويبقيه ذخرا وسندا للمملكه العربيه السعوديه وشعبها الشقيق لمواصله مسيره النماء والتقدم في ظل قيادته الحكيمه.